الآن معنا من دير البلح أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. سيد أمجد أهلا بك، ربما تكون استمعت إلى هذه الأخبار التي ذكرناها قبل قليل وأوردناها في سياق هذه المتابعة للأوضاع الميدانية. كل المنظمات والمؤسسات الدولية تحذر من حالة كارثية من الجوع في غزة، لكن لم يتحرك شيء. شكرا جزيلا. يعني بالفعل أنا استمعت، ولكن أنا أعيش هذه الكارثة في ظل وجودي بين صفوف أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه المناطق المختلفة. المجاعة ضربت وتضرب الآن بشكل أعنف مختلف مناطق قطاع غزة، في ظل أولا أنه منذ مطلع هذا الشهر أكتوبر الاحتلال الإسرائيلي يقيد بشكل كبير جدا دخول المساعدات بأشكالها المختلفة وفي مقدمتها المواد الغذائية إلى مختلف أنحاء قطاع غزة، ربما الشمال أكثر شدة، ولكن أيضا غزة ووسط وجنوب قطاع غزة هناك نقص حاد في مختلف المواد أصناف المواد الغذائية وفي مقدمة ذلك الخضار وغيرها من مواد غذائية أساسية بدأت تختفي بشكل كبير جدا، حتى إرساليات المساعدات الغذائية قليلة جدا مقارنة بهذه الاحتياجات المتزايدة جراء هذا العدوان الإسرائيلي وجراء النزوح المتزايد وبخاصة في شمال قطاع غزة. هناك عشرات الآلاف خرجوا من شمال قطاع غزة، وهناك أيضا أكثر من 120 ألف مواطن لا زالوا صامدين في مخيم جباليا ومنطقة شمال قطاع غزة، يتعرضون لأبشع أنواع العدوان من خلال قطع إمدادات الغذاء والدواء والمياه عنهم في ظل هذه المجاعة، في ظل هذا العطش والمرض والاستهداف المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ما ذهبت إليه وكالات الأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية وغيرها من رجال الخبراء التي تتحدث عن المجاعة وسوء التغذية، نحن وصلنا إلى مرحلة خطيرة جدا في ظل هذا التوجه الإسرائيلي الواضح ضمن مخططات محددة لاستخدام التجويع سلاحا بحق المدنيين الفلسطينيين. طيب سيد أمجد، حضرتك ربما تحدثت أو أخصيت بالذكر شمال القطاع وأيضا منطقة جباليا، ونتابع هذه المجازر التي تجري في جباليا وهذه الاستهدافات المكثفة للمنطقة. لو يعني تقرب لنا الصورة، ما هو الوضع في الشمال وفي منطقة جباليا تحديدا؟ لأنه ربما أيضا هناك أحاديث عن محاولة لفصل الشمال عن باقي القطاع. بالفعل يعني الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع هذا الشهر قام بعملية اجتياح جديدة لمنطقة شمال قطاع غزة ومحاولات من أجل فرض واقع جديد من خلال هذا الحصار الذي يفرض على المنطقة. هناك دخول للقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من أجل عزل هذه المنطقة بشكل كامل وبخاصة مخيم جباليا، واستهداف مباشر لمنازل المواطنين بعد تهديدات الإخلاء التي فرضها على المواطنين الذين قرروا الصمود والبقاء في منازلهم وفي مراكز اللواء، وتعرضت تلك المدارس وتلك المنازل لعمليات قصف مستمرة ومتواصلة، ومن بينها طبعا المجزرة التي ارتكبت بالأمس مدرسة أبو حسين في منطقة مخيم جباليا، حيث أكثر من 28 شهيد وعشرات الجرحى ومعظمهم من الأطفال والنساء. الاحتلال الإسرائيلي يمارس جريمة الإبادة بأركانها المختلفة سواء بعمليات القتل المباشر أو بفرض المجاعة وقطع إمدادات المياه ومنع دخول الوقود للمستشفيات والأدوية وحتى إخلاء الجرحى. هناك 3 مستشفيات مليئة بأعداد كبيرة من الجرحى والمرضى وبخاصة الأطفال الخدج المرتبطين بأجهزة التنفس، والآن هم في أوضاع صعبة، وهناك رفض من الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء هؤلاء الجرحى والمرضى إلى مستشفيات أخرى، ونحن نحذر في حال عدم إدخال الوقود بشكل سريع لهذه المستشفيات هناك خطر يهدد حياة هؤلاء المرضى والجرحى المرتبطين بأجهزة التنفس وأجهزة طبية مختلفة. الأمر الذي يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل من أجل قتل المزيد والمزيد من أبناء شعبنا الفلسطيني. هذا الصباح هناك عشرات الشهداء والجرحى في مخيم جباليا. الاحتلال الإسرائيلي مستمر في فرض هذا الواقع بهدف إخلاء هذه المنطقة وتنفيذ ما يسمى بمخطط الجنرالات. نعم، ربما سيد أمجد التطورات السياسية تأخذ الاهتمام
الأكبر بعد ما حدث من اغتيال يحيى السنوار، لكن قبلها بساعات قليلة نتذكر جميعا هذه الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية للجانب الإسرائيلي بالتسريع بإدخال المساعدات الإنسانية وربما إعطاء إسرائيل مهلة لمدة شهر، نتذكر ذلك جيدا. وتبع هذه الرسالة بتفاعل من الجانب الإسرائيلي بأنهم ربما يسرعون من إدخال المساعدات، لكن تأتي التطورات السياسية لتأخذ الضوء الأكبر. هل لهذه المستجدة أو لهذا المعطى على الأرض أي ترجمة سيد أمجد؟ هل حدث أي تغيير في المشهد بعد هذه الرسالة؟ التغيير الذي يؤكد أنه يحدث على الأرض أن هناك المزيد والمزيد من القصف وعملية التجويع وفرض حالة العطش على أبناء شعبنا الفلسطيني في تلك المنطقة. يعني أستغرب تماما هذه الرسالة التي تتحدث عن إعطاء مهلة شهر لإدخال المساعدات إلى هذه المنطقة. شهر، وفي ظل هذه المجاعة وهذا القتل الذي يمارس على مدار اللحظة واليوم والليل، هذا الشيء طبعا يجب أن تعمل كل الجهات الدولية من أجل مواجهته والضغط باتجاه وقف فوري لهذا العدوان على شعبنا الفلسطيني، بما في ذلك حماية المدنيين والعمل باتجاه فتح كل المعابر أمام دخول المساعدات بأشكالها المختلفة، وفي مقدمة ذلك توفير المواد الغذائية والأدوية والمهمات الطبية والوقود لتشغيل المستشفيات وتمكين إخلاء الجرحى والمرضى. ونحن نتحدث اليوم في قطاع غزة أكثر من 26 ألف مريض وجريح بحاجة لعملية إخلاء فوري لتلقي العلاج في ظل الدمار الذي حصل في المستشفيات والمراكز الطبية بسبب العدوان الإسرائيلي، وهذه المستشفيات جزء منها تحول إلى مقابر جماعية كما يعلم بالجميع. هناك نفاذ خطير لكثير من المهمات الطبية والمستلزمات الطبية والأدوية التي يحتاجها المرضى في قطاع غزة. هناك أكثر من 15 ألف مواطن فقدوا أطرافهم بحاجة إلى أدوات مساعدة وبحاجة إلى تأهيل سريع. هناك 23 ألف طفل. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا سيد أمجد، عذرا لضيق الوقت، أمجد الشوى ضيفنا من دير البلح مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.